السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذه الحلقة. حاول صديقي أن لا تتعود أثناء التدريب، خصوصا عندما تضرب في كيس ملاكمة ولا في الهواء، أن تكون دائما تقوم بدور هجومي. نلاحظ الممارس أنه دائما في وضع هجومي، أما يضرب في مكانه أو يزيد للأمام. وإنسى نقطة مهمة، يجب أن أحاول نفس الحركة، مثلا أضربها وأنا يعني في مكان، ثم أزيد أضرب للأمام، ثم أرجع وأضرب للخلف. لماذا؟ لأن المنافس أو الخصم الذي تلعب معه بطبيعة الحال يتحرك، فأنت أحيانا تهجم عليه وهو في مكانه، وعندما يرجع للخلف تتبعه بضربة، وعندما يهجم ترجع وتضرب. مفهوم؟ يعني أكون مستعد للضرب في جميع الحالات. شيء آخر هو أنني تعود ندور في المكان ديال كأنني في الحلبة، يعني أنتقل من مكان لآخر، أهجم أرجع وغير وضعية أضرب. وفي الختام أقدم هذه النصيحة للمبتدئين، لا تنسوا الاهتمام بتقوية الأرجل. وبالمناسبة سأل أحد المتابعين هذا السؤال، لماذا على الملاكم أن يقوي الأرجل؟ يعني ظنا منه أنه يعني يمارس فقط الملاكمة، ولكن لا تنسوا أن الجسم كله تحمله الأرجل ويجب أن تتقوى. لماذا؟ لأنه عند الضرب تبقى اليد يعني مجرد أداة، فإذا كانت الوقفة قوية ومضبوطة تكون الضربة قوية. وفي حالة كان يعني الملاكم يقف وقفة يفقد فيها التوازن، تكون الضربة غير متوازنة بطبيعة الحال وغير قوية. إذن فالوقوف صحيح، والأرجل إذا كانت قوية تساعد على الضربة أن تنطلق قوية. المهم أصدقائي، عندما أقوم بتداريبي لا أهمل أي عضلة سواء صغيرة أو كبيرة، ولا أهمل أي تمرين، فذلك كله يساعد في تقوية الجسم وتقوية الضربات والسرعة في الأداء. كان هذا أصدقائي فيما يخص هذه الحلقة، أتمنى أن يعجبكم الفيديو وأن تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفنون القتال. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.